هل الأفضل لطالب العلم أن يتخصص في علم من العلوم أم يأخذ من جميع العلوم نصيبا؟ ما يكفي علم واحد، لازم يأخذ من العلوم، من التوحيد، من الفقه، من التفسير، من الحديث، من النحو، من أصول الفقه، من أصول التفسير، من القواعد الفقهية، يأخذ من العلوم، لأن العلوم يساعد بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، فلا يقتصر على علم واحد فقط. نعم.